فواتير المبيعات شيك، يتم الدخول إلى إدارة المبيعات، العمليات، فواتير المبيعات. نلاحظ أن النوع الأول من فواتير المبيعات كان بالآجل، والنوع الثاني نقدا. الآن سنوضح أمثلة على فواتير المبيعات وسداد قيمة الفاتورة بشيك. نقوم الآن بعرض مثال. تم بيع الأصناف التالية لشركة معين البعدان التجارية من المخزن الرئيسي. الأصناف ظاهرة أمامكم: الكميات، الوحدة، سعر البيع، المخزن الرئيسي. وقد قام العميل بسداد قيمة الفاتورة بتحرير الشيك رقم 48 مسحوب على بنك التضامن الإسلامي دولار بمبلغ الفاتورة كاملا، ويستحق هذا الشيك في تاريخ 30/6/2013. الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات. نقوم أولا بالضغط على زر الإضافة، تحديد طريقة الدفع أو نوع الفاتورة شيك، نحدد رقم المخزن الرئيسي، نتحرك طبعا بزر التاب على الكيبورد أو بالماوس، نقوم بكتابة اسم العميل، نقوم بإدخال رقم الشيك 48، نقوم بإدخال تاريخ الاستحقاق 30/6/2013، نقوم بتحديد رقم حساب البنك المسحوب عليه هذا الشيك، يتم ذلك بالضغط على F9، بنك التضامن الإسلامي دولار، نقوم بإدخال البيان، سدد قيمة الفاتورة. مسحوب على بنك التضامن. الآن نقوم بإدخال الأصناف التي تم بيعها لهذا العميل، ويتم ذلك من خلال إما البحث عن طريق الاسم، نقوم بإدخال رمز النجمة ونكتب مثلا تلفزيون سوني عند الاسم، ثم نقوم بالضغط على F5 و F6، نلاحظ ظهور أي كلمة تحتوي على تلفزيون سوني، نقوم باختياره الصنف الأول، ثم التحرك بالتاب. الكمية المباعة 4 حبات، التكلفة 660 دولار. الصنف الثاني ادخال رمز النجمة مثلا سوني، ثم F5 و F6، تلوزن سوني مسطح، نقوم باختياره. الكمية المباعة 3 حبات، التكلفة 165 دولار. اذا اجمالي مبلغ الفاتورة الظاهر أمامكم 3135. نقوم بوضع هذا المبلغ أمام مبلغ الشيك 3135. الآن نقوم بعملية الحفظ بعد ما قمنا بإدخال جميع البيانات. نقوم بعملية الحفظ، ومن أجل طباعة هذه الفاتورة أو استعراضها ما عليك إلا الضغط على زر الطباعة، استعراض لا، تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم، فاتورة بيع بشيك رقم المطلوب من الأخ، شركة معين البعدان التجارية، اسم الأصناف، المبلغ. الآن بعد أن قمنا بالتأثير الكمي على المخازن بمجرد الحفظ، يتم التأثير المالي على الحسابات المختلفة بعد عملية الترحيل، ويتم الترحيل من إدارة الحسابات. إذا نخرج من إدارة المبيعات، نذهب إدارة الحسابات، الترحيل، فواتير المبيعات، طريقة الدفع شيك، نضغط على الفاتورة مرتين حتى تظهر الفاتورة، نقوم بالتأشير على ترحيل، ومن أجل استعراضها نضغط عند التاريخ بالزر الأيمن ثم عملية الترحيل. لمعرفة القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام آليا، ما عليك إلا الدخول للتقارير اليومية العامة، نوع المستند فواتير مبيعات، نوع الفاتورة شيك، طباعة. سوف يظهر القيد المحاسبي على النحو التالي: من مذكورين، تكلفة المبيعات، بنك التضامن الإسلامي زاد طبعا لأنه أصل زاد مدين، إلى مذكورين، مخزون الأجهزة الإلكترونية،
إيرادات المبيعات، أي أن القيد التكاليفي هو عبارة عن حساب تكلفة المبيعات مدين ويقابل مخزون الأجهزة الإلكترونية، أما القيد المالي من حساب بنك التضامن الإسلامي مدين إلى حساب إيرادات المبيعات. نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات وضرب مثال آخر. سنوضح الآن مثال حول فواتير المبيعات وسداد العميل لقيمة هذه الفاتورة، نصف مبلغ الفاتورة بشيك والنصف الآخر نقدا. نقوم الآن بعرض المثال. تم بيع الأصناف التالية لشركة تكنولوجي سوفت التجاري من المخزن الرئيسي. أسماء الأصناف ظاهرة أمامكم، الكميات، سعر البيع من المخزن الرئيسي. وقد قام العميل بسداد نصف قيمة الفاتورة نقدا أي من الصندوق، والباقي تم تحرير شيك رقم 49 مسحوب على بنك التضامن الإسلامي دولار بنصف مبلغ الفاتورة، ويستحق هذا الشيك في تاريخ 30/7/2013. نقوم بإدخال هذه البيانات في الفاتورة على النحو التالي. ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة، ثم نختار شيك ونقد، ونحدد المخزن الرئيسي، ونقوم بكتابة اسم العميل شركة تكنولوجي سوفت، ونحدد الصندوق دولار، نحدد رقم الشيك 49، تاريخ الاستحقاق 30/7/2013، رقم حساب البنك المسحوب عليه ذلك الشيك، نقوم بالضغط على F9 بنك التضامن الإسلامي دولار، ثم البيان سداد قيمة الفاتورة نقدا وبشيك رقم كذا مسحوب على بنك التضامن. نقوم الآن بإدخال الأصناف، وأفضل طريقة للبحث على الأصناف هو من خلال اسم الصنف. نقوم بإدخال رمز النجمة مثلا تلفون HTC، نقوم بكتابته، ثم F5 أو F6 نضغط، نلاحظ HTC، نقوم بالضغط عليه، الكمية المباعة 4 حبات، التكلفة $470، الصنف الثاني نقوم بإدخال رمز النجمة تلفون جلاكسي مثلا F، ثم نضغط على F5 أو F6، تلفون جلاكسي تظهر كاملتان، تلفون جلاكسي سامسونج S4، الكمية المباعة 3 حبات، التكلفة $630، الصنف الأخير آيفون، نقوم بإدخال رمز النجمة ثم نكتب آيفون، ثم الضغط على F5 أو F6، آيفون، نلاحظ تظهر الكمية كذلك، الكمية المباعة 5 حبات، التكلفة $710. نلاحظ الآن ظهور إجمالي المبلغ كاملا، أي أنه تم سداد نصف هذا المبلغ من الصندوق نقدا والنصف الآخر بشيك. نقوم الآن بإدخال المبالغ في الحقول الخاصة بالصناديق والبنوك على النحو التالي. نصف المبلغ سوف يكون $3,660، نقوم بإدخاله، $3,660، وبعد إدخال نصف المبلغ في حاقل المبلغ الشيك، نقوم الآن بعملية الحفظ. ومن أجل استعراض وطباعة هذه الفاتورة، نقوم بالضغط على زر الطباعة، استعراض فقط، نضغط لا، تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم، المطلوب من شركة تكنولوجي سوفت ظاهرة أمامكم، الكميات، التكلفة، الأسعار كامل. الآن أثرنا كميا على المخازن بمجرد الحفظ، أما التأثير المالي ومعرفة القيد الذي ينفذه النظام آليا فلا يتم إلا بعد عملية الترحيل.
إذا نقوم بالخروج من إدارة المبيعات، نتوجه إلى إدارة الحسابات، قائمة الترحيل، ترحيل فواتير المبيعات، طريقة الدفع، نقد وشيك، نضغط على الفاتورة مرتين كي تظهر، نقوم بالتأشير عليه، ثم عملية الترحيل. لمعرفة القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام آلياً، ما عليك إلا الدخول للتقارير اليومية العامة، نوع المستند فواتير مبيعات، نوع الفاتورة نقد وشيك، ثم نقوم بعملية الطباعة. سوف تظهر الفاتورة على النحو التالي: من مذكورين من تكلفة المبيعات حساب الصندوق نلاحظ نصف المبلغ $366، حساب البنك نصف المبلغ $366، إلى مذكورين حساب مخزون تلفونات الجوال وحساب إيرادات المبيعات. أي أن القيد التكاليفي يكون على النحو التالي: من حساب تكلفة المبيعات مدين يقابل مخزون تلفونات الجوال مدين إلى مذكورين، ومن حساب الصندوق دولار بنصف المبلغ، وحساب بنك التضامن الإسلامي دولار بنصف المبلغ إلى مذكور حساب المبيعات. نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات. نستطيع طباعة التقارير بناء على طريقة الدفع، فإذا ما ذهبنا مثل التقارير فواتير المبيعات، تقارير فواتير المبيعات مثلا، نستطيع معرفة طريقة الدفع نقد شيك، فإذا اخترنا مثلا نقد وشيك ثم قمنا بعملية الطباعة تظهر الفاتورة الظاهرة أمامكم بهذا الشكل. طريقة الدفع، العميل، المبلغ المدفوع، وهكذا. إجمالي. أما إذا ما أردنا تحليلي مثلا، نقوم بالطباعة، سوف تظهر مفصلة بالشكل الظاهر أمامكم. نكون بهذا قد أوضحنا فواتير المبيعات بشيك أو بشيك وبنفس الوقت نقد، أي من الصندوق.